فيلمنا بيبدأ مع الضابط بول سنة 1999 في لويزيانا في دار رعاية، وهو بيتفرج على فيلم توب هات وبيبدأ يعيط، فبيحكي لزميلته إلي إن الفيلم فكره بحياته سنة 1935 لما كان شغال ضابط إصلاحية في سجن كولد ماونتن، وبيحكي لها إنه كان المسؤول عن عنبر المحكومين عليهم بالإعدام، وإنه كان بيشرف على كل عمليات الإعدام اللي بتتم، وإن العنبر ده كان بيتسمى بالميل الأخضر لأن أرضية العنبر كان لونها أخضر فاتح. وبترجع أحداث الفيلم لسنة 1935، وبول ضابط شاب ومعاه مساعدينه دين وهاري وكروتل والضابط التنح الرخم بيرسي، وهم بيستقبلوا جون كوفي أضخم سجين شافوا بول في حياته، وبيدخلوه زنزانته، وبيرجع مكتبه ويقرأ ملف جون واللي كان مكتوب فيه إن في يوم بتختفي الطفلتين كيتي وكورا من بيتهم، ووالدهم كلاوس بيدور عليهم وبيلاقي أثار دم على عتبة البيت، فبيبلغ البوليس ويبدأ بحث عنهم مع أهل المدينة لحد ما يلاقيهم ميتين على رجل جون وهو بيعيط ويقول إنه ما قدرش يساعدهم، وبيتم القبض عليه بتهمة اغتصاب وقتل البنتين. وبيقدم بول تقريره لهال موريس رئيس السجن اللي مراته ميليندا بتعاني من نوبات صرع شديدة جدا، اللي بيطلب منه ان يتوسم بيرسي شوية بسبب انه ابن اخت مرات حاكم الولاية وانه مش ناقص مشاكل من الحاكم وكده، وكده كده هو احتمال يمشي قريب لان جات له وظيفة ادارية في مستشفى خاصة بالامراض العقلية، فهو يعني ممكن يمشي. وبيسلمه خطاب اعدام مسجون عنده اسمه ارلين بيتر باك، وفي مرة وهما في المكتب بيلاحظ بروتول فار داخل السجن وبيفضلوا يتفرجوا عليه لحد ما يدخل غرفة الحجز الانفرادي، وبيخرجوا كل اللي في الاوضة على امل انهم الفار، ولكنهم بيفشلوا. وبيظهر تاني يوم قدام بيرسي وبدون اي مقدمات بيحاول يقتله ويجري وراه عشان يموته، ولكنه بيفشل. وبيدخل اوضه الحجز المكركبه تاني، وبول وبيتر باك بيتفرجوا عليه وهو بيطلع كل اللي في الاوضه تاني على امل انه يمسك الفار، وبيفشل مره تاني. وبيامره بول انه يرجع كل اللي كان في الاوضه تاني جواها وبيسيبه ويمشي عشان يكمل اجراءات اعدام ارلين. وكان من اجراءات كرسي الاعدام انهم بيعملوا بروفا تمثيليه على السجين عشان يتاكدوا ان كل الاجراءات سليمه. وبيحضر بيرسي البروفا وبيعرف مكابس تشغيل الكرسي الكهربائي، وبيتعلم تشغيلها من الضابط فان هاي، وبيسأله احنا ليه بنحط سفنجة مبلولة على راس السجين، فبيقول له وبيفهمه انها بتوصل الكهرباء بسرعة للمخ عشان السجين يموت بدون ألم من الكهرباء. وبعدها بيحضروا قط الإعدام علشان عملية إعدام أرلين اللي بتتم في تمام الساعة 10 الصبح، وبيودعوا بيرسي بطريقة مهينة، وده اللي ضايق بول وقال له انت الوظيفة الإدارية مستنياك ما تمشي من السجن. فرد بيرسي عليه وقال له لما تخلينا ننفذ عملية إعدام زي بروتول ساعتها همشي. فسابه بول وبيرجع مكتبه، ولكنه بيسمع صوت ضحك جاي من زنزان الدايل، وفوجئ انه بيلعب مع الفار اللي سماه مستر جينجلز، وبيستدعيه هل لمكتبه يبلغه ان في سجين جديد جاي اسمه ويليام وانه مشاكله كتير وبيعمل مشاكل اكتر، اخرها يعني انه قتل 3 اشخاص في سطو ومسلح ومنهم امرأة حامل. فسأله بول عن حالة مراته، فرد عليه وقال له ان الورم شديد وما ينفعش يعملوا عمليه وما ينفعش يتعالج للاسف. وبعد ما بيروح البيت بيجيله الم شديد، فبيقومه من نومه وبيخرج جري من بيته عشان ما يقلقش جان مراته، وبيجي تاني يوم ويبلغ مراته تحجز له عند الدكتور لان الالم شديد جدا ولسه بيعاني منه لحد دلوقتي. وبعدها بيطلع على السجن عشان يستقبل ويليام السجين الجديد اللي اثناء نقله بمجرد دخوله الزنزانه بيضرب اللي حواليه لحد ما بروتول بيجي من وراه ويضربه على راسه وبيرموه في الزنزانه. وبيروحوا كلهم عشان يخلصوا الشغل الاداري عند رئيس السجن، وبيسيبوا بول لوحده. فجون كوفي بيندهله ويقول له قرب مني، ويشد جون فجأة عليه ويحط ايده على مكان الالم اللي عنده لحد ما الوجع بيختفي من جسم بول، ويبص له ويقول له انا كده ساعدتك. وبيرجع لمراته وهو فرحان جدا ان الالم خف. وتاني يوم بيرجع السجن يقدم لجون اكل وبيشكره على اللي عمله له. بتستمر مشاكل ويليام لحد ما بيقرروا انهم هيرموه في اوضه الحجز ويقدموه بطريقتهم، وبيجي ميعاد اعدام دايل وبيدخل له ويل وبروتول عشان يطمنون الفار هيفضل مع حد فيهم. واثناء كلامهم بيجري مستر جينجلز من ويل، فبيدوس عليه بيرسي وبيفرمه، فبينهار ويل بسبب موت الفار بتاعه، ولكن جون بيمسكه وبيحطه في ايده ويوديه لجون اللي بينقذ مستر جينجلز وبيحييه من اول وجديد. وبيروح البيرسي اوضه الاعدام يضربوه ويقولوا له ان دي اخر عمليه اعدام ليك، وبعدها تمشي من السجن هنا تروح اي مكان تاني. وبالفعل بيتفقوا معاه، وبيكون بيرسي هو المشرف على وضع السفنجه المبلوله اللي بتخلي السجين يموت بدون الم، ولكنه بدون قصد بيبلها وبيحطها على راس ويل وهي ناشفه، وبتتم عمليه الاعدام باسوأ طريقه ممكنه. وبيعرف كل طاقم السجن ان بيرسي كان قاصد انه يعذبه، فبيفقد بروتو الاعصابه وبينزل ضرب في بيرسي لحد ما هل بيتدخل وبيسال عن اللي حصل، وبيعرف ان بيرسي السبب، ولكن بسبب علاقاته ما بيعملوش حاجه. تاني يوم بول ومراته بيزوروا ميليندا مرات هال عشان يطمنوا عليها لان حالتها بتسوء. وبعد كده بيعمل اجتماع عنده في البيت بيجمع فيه كل فريق السجن ما عدا بيرسي، وبيقول لهم انه قرر يخرج جون كوفي من السجن ويوديه لميليندا عشان يحاول يساعدها بطريقته. وبيبدا تنفيذ خطته هم انهم يحطوا منوم في بيبسي ويدوه ويليام ويرموا بيرسي في اوضه الحجز، وبيخرجوا جون من السجن وبيروحوا البيت هال اللي بيخرج لهم. فبول بيفهمه ان ممكن يساعد مراته، فبيسيبه يطلع لها وبيقرب منها فعلا، وبيقدر جون انه يشفيها بطريقته. وبيرجعوا السجن وبيفتحوا باب الزنزانه على بيرسي وبيقولوا له جه الوقت انك تسيب
غريب في السجن. بيخرج بيرسي من الزنزانة ولكن بيمسكه جون وبينقله التعب اللي كان فيه بطريقته وخلاه زي المنوم مغناطيسيا، فمشي لحد زنزانة ويليام ورفع مسدسه وضرب ويليام بكل الرصاص اللي كان فيه. فجون قال لبول انا عاقبت الاتنين ببعض لاني شفت اللي عمله ويليام، هات ايدك اوريك ويليام عمل ايه. ومسك ايد بول وبطريقة ما وراني ويليام كان صاحب كلاوس والد البنتين اللي ماتوا، وان هو اللي اغتصبهم وقتلهم ورماهم، وان جون كان بيحاول يشفيهم زي الفار وميليندا ولكنه فشل. وبيتم التحقيق في قتل ويليام، ولكن بيرسي بيبقى فقد عقله وبيروح لمستشفى الامراض العقليه ولكن كمريض. وساعتها بول ايقن براءه جون وعرض عليه انه يهربه من السجن لو يحب، ولكن جون قال له انا يعني شايف ان انا موت لان انا تعبت من الوحده ومن الضلمه ومن العالم. فساله بول ان كان ليك امنيه اخيره اقدر احققها لك، قال له انا عمري ما اتفرجت على فيلم سينمائي. فبيشغله جون فيلم توب هات وبيتفرجوا كلهم على الفيلم. وتاني يوم بيجي ميعاد اعدام جون كوفي، وهو على كرسي الاعدام بيطلب منه ما يغطيش وشه لانه بيخاف من الضلمه، وبتتم عمليه الإعدام. وبتكون دي نهاية القصة اللي بيحكيها جون لزميلته في دار الرعاية، وقال لها انه بعد كده طلب نقله لسجن الاحداث. وبتسأله ايه ان الاحداث دي كانت سنة 1939 ودلوقتي احنا في سنة 1999، يعني انت عايش بالك كتير قوي. قال لها انا عايش بسبب معجزة شفائي اللي كانت على ايد جون، انا عشت كتير لسه ولسه هعيش اكتر انا ومستر جينجلز علشان اشوف كل احبابي بيتوفوا زي ما شفت مراتي وابني وزمايلي بيموتوا، وكمان لسه هعيش واحضر جنازتك وجنازة كل اللي عرفتهم في حياتي. يمكن يكون ده عقاب ليا اني سبت جون يتعدم ظلم، وبتمنى ان ارتاح قريب عشان اقابل كل احبابي.